السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي فيه غنشوفوا وصفه من وصفات المطبخ الاسيوي. اليوم ان شاء الله اخترت وصفه من المطبخ الصيني الهندي الباكستاني. هي اصلا وصفه دجاج مخترعه من طرف شاف هندي من اصول صينيه، وبالتالي دخلت المطبخ الهندي والباكستاني بكثره. صراحه وصفه اقل ما يقال عنها لذيذه، كتعجب الكبار والصغار. وصفة سهلة مع أنها مركبة، يعني فيها وصفات ديال الدجاج أو وصفات ديال الدجاج بلا صوص اللي كتسمى تشيكن منشوريان، ووصفة ديال الروز بالبيض والخضر اللي كتسمى إك فرايد رايس. ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا الوصفة. فهنا كنت وجدت تقريبا كاع الحوايج اللي احتاجيت: البيض، الجلبانة، الفلفلة حلوة، البصلة خضراء، خيزو، الروز. وبالنسبة للدجاج فوجدت ليه الصدر مقطع طراف مكعبات، اناناس، مايزينا، تشيلي صوص، صويا صوص، البيض، التومة، وطبيعة الحال ملح وبزار. فنبداو باول اكله ديال الرز. هنا اول حاجه غسلت الرز باش ماتي مزيان ونقعته في الماء لمده 20 دقيقه. انا هنايا في هذه الوصفه استعملت 2 كيسان ونص ديال الرز. وثاني حاجه درت الجلبانه تسلق واحد 5 دقائق حتى ل 7 دقائق، ماشي حتى تهرى بزاف. وهنا بديت كنقطع في الخضر، بديت بخيزو، قطعتو طراف صغار مكعبات. هنا في الكميه بصفه عامه كتبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي خيزو بزاف او ليشو او الفلفله، فانا درت كميه متساويه تقريبا، يعني حتى حاجه ما خصها تكون غالبه بزاف في الرز. هنا كيف شفتوا قطعت فلفلة حلوة طراف رقاق طوال، ونفس الشيء بالنسبة لليشو. والبصلة الخضراء حتى هي نقيتها وقطعتها طراف صغار، وحتى دوك الطروفة ديال راس البصلة استعملتو، تقدروا تستعملوا بصلة عادية. Thank you.
هنا في الطنجرة درت 6 الكيسان ديال الماء وزدت عليهم 3 المعالق صغار ديال الملحة وشوية ديال الخل وخليت الماء حتى يتبخ وزدت الرز باش نسلقوه حتى 80% ماشي نسلقوه حتى يطيب بزاف لأنه باقي غيكمل الطياب ديالو مع الخضر. وهنا وجدت المكونات ديال الرز، عندي جبانية خيزو مقطعة على هاد الشكل، هنا عندي بصلة مشلضة غادي نحتاج معلقة واحدة، عندي الجلبانة اللي سلقت جهد كاس، عندي جبانية ديال الفلفل حلوة مقطعة، جهد جبانية ديال البصلة الخضراء اللي قطعت، جبانية ديال الليشو مقطعة طراف طوال، وهنا عندي قبيصة ديال الملحة ديال الشينوا، معلقة صغيرة ديال الإبزار، معلقة صغيرة ونص ديال الملحة، معلقة صغيرة ونص ديال الخل، معلقة صغيرة ونص ديال صويا صوص، وثلاثة البيضات، وبطبيعة الحال الرز اللي سلقنا. فأول حاجة درت طربت ثلاثة البيضات مزيان ودرت الزيت في طنجرة، أحسن تكون عريضة لأن الرز خاصو المساحة فين نحركوه. وزدت داك البيض اللي طربت وحركت دغيا دغيا باش نهرسو ويولي طراف صغار. وهنا زدت خيزو والبصله وشحرتهم واحد الدقيقه وزدت الفلفله حلوه وليشو والملحه والبزار صويا صوص والخل، حركت كل شيء مزيان وقليت الخضر غير شويه وزدت عليهم الرز اللي سلقت. هنا حركت كل شيء مزيان ولكن ردوا البال لان الرز غادي يتهرس فحركوا من التحت للفوق بشي ملعقه خشبيه يكون احسن. واحد الحاجه مهمه بالنسبه للخضر، ما خاصهمش يطيبوا بزاف، خاصهم يبقاو شادين شويه، فهذه خاصيه ديال هذا الرز بالخضر. هنا الطبق الثاني ديال الدجاج، اول حاجه غادي نرقدوا الصدر ديال الدجاج في هذه المكونات. هنا درت بيضة، معلقة كبيرة ديال الثومة مطحونة، جوج معالق كبار ديال الدقيق النشا، معلقة كبيرة ديال الصويا صوص، معلقة كبيرة ديال تشيلي غارليك صوص، وحركت كل شيء. زدت صدر ديال الدجاج تقريبا 500 غرام،
وزدت عليه نص معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال الخل، وحركت كل شيء وخليته 30 دقيقه. هنا من بعد نص ساعه قليت طروفه ديال الدجاج في الزيت سخونه، كيف شفتوا حتى خدا اللون ولا نقرمش. هنا وجدت المكونات ديال تشيكن منشوريان. عندي 3 معالق كبار ديال الدقيق المشى، كاس كبير ديال الكاتشب، 3 معالق ديال السكر، الملح على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه كبيره ديال تشيلي غارليك صوص، معلقه صغيره ديال صويا صوص، معلقه صغيره ديال الخل، معلقه صغيره ديال البصله مبشوره، اناناس مقطعه على حسب الرغبه، والدجاج اللي قليت. وهنا عندي معلقه صغيره ديال الثومه مطحونه، كنت نسيت ما صورتها في الاول، في هذا المقطع كنت صورتها. فهنا في الطنجره درت شويه ديال الزيت، جهد 2 معالق كبار، درت الثومه وشحرتها شويه، وزدت صويا صوص والبصله، خلطتهم وزدت الخل والتشيلي غارليك صوص والملح والبزار. وخلطت هادشي كامل، ومن بعد زدت الكاتشب وحركت خليته حتى تبخ ليا شويه، وزدت 2 جبابين ديال الماء، عبرت بنفس الجبانيه اللي كانت فيها الكاتشب، حركت لاصوص وخليتها حتى تبخات مزيان وتجانس كلشي مع بعضو. Thank you.
وهنزت الدجاج اللي قليت، حركت غير شويه باش ما يتهرسش ليا الدجاج، وست دقائق نمشى مع شويه ديال الماء باش نتقل هاد لاصوص ديال تشيكن منشوريان. كيف كتشوفوا هنا راه لاصوص تقالت، كنت زدت الملح شويه كانت ناقصه، وكيف كتشوفوها هي الاكله واجده، كتجي لذيذه لذيذه بزاف. واحد النقطه، هاد الاكله خاصها تكون حلوه حلاوه كافيه، ما تكونش حاره. وفي الاخير تقدروا تزيدوا طرفه ديال الاناناس او البيريز، او حتى الا ما كانش تقدروا ديروا مطيشه مقطعه على اربعه، بالحق تخليوها واحد ربع دقائق حتى تطيح شويه في لاصوص. والروز حتى هو واجد. واحد الحاجه مهمه بغيت نشير ليها بالنسبه للملحه ديال الشينوا، فهي مضره للصحه لانها كتسبب في الام مفاصل واعراض اخرى الى كثرتوا منها، فكنصحكم تزيدوا غير نبيشه شويه وصافي في الطبق واحد من هاد جوج الاطباق، يا اما تشيكن منشوريان او لايك فرايد رايس، هي كتعطي بنه خاصه غير كيف قلت لكم، نبيشه صغيره لا اكثر. فكان هذا هو طبق ديال تشيكن منشوريان ايك فرايد رايس. بالنسبة للناس اللي كيعجبهم الاكل الصيني الباكستاني الهندي، كنصحكم تجربوا هذا الطبق، غادي يعجب عائلتكم، وحتى الناس اللي اول مرة يشوفوا او يسمعوا بالوصفة فهي لذيذة بزاف، وخصوصا الا كانت شي عرضة فيها مائدة متنوعة، فهذه اكلة فاخرة كيف كنقولوا كتحمر الوجه. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا للمشاهدة، ما تنسوش تديروا لايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم.